لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يصلك كل جديد. بيقولك محشش مراته ولد التوأم من الفرحه قال للدكتور على الطلاق لك نقلك واحد. مره قهوجي جاب عربيه جديده طلع الكراسي بره. بيقولك مره واحد غبي راح اشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما حد يشاور له يقول له يا عم هو انا مش لسه منزلك قبل كده انت نسيت ولا ايه؟